عشت مباراة الستة واحد، والنهاردة بتعيش مباراة الخمسة ثلاثة، مباراة كبيرة بتحسب لكم كجهاز فني كلاعبين، هي دي المباراة اللي بتتكتب في التاريخ. الحمد لله، طبعا الحمد لله، يعني مباراة كانت قوية جدا من بدايتها، التركيز كان عالي قوي، التحضير كان الحمد لله كويس جدا ليها، ربنا وفقنا في الشوط الاول بشكل كويس قوي، كان ممكن السكور كمان يزيد اكتر من كده، لكن هي دي الكوره. الحمد لله ليا الشرف، ليا الشرف بالتاكيد ان انا كنت لعيب في موقعه 6-1، وليا الشرف ان انا كنت مسؤول في موقعه 6-5-5-3، ده ليا الشرف يعني، الحمد لله رب العالمين يعني. لكن في النهايه برضو عايزين نبني عليها، نبني على المباراه، يعني هي مش ختام ولا حاجه، يعني نبني على اللي جاي. انت في 3 اسابيع بس، ما لسه 31 اسبوع، ده لسه بدري قوي، لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يعني حتى في تناولنا للاخبار والاحداث، يعني المدير الفني لنادي الزمالك كان اتكلم، كان عايز ينيمنا، يا عم ده احنا شاربين قهوه من السنه اللي فاتت تخلينا نقعد سنتين ثلاثه باللي حصل فينا السنه اللي فاتت ده. فيعني التنويمه دي اعتقد ان هي كانت في صالحنا جدا، خدناها بشكل ايجابي، عكسناها مع كارترون. يعني هو الراجل كان عايز يديك حق ان انت تدخل الماتش باسترخاء ولا مبالاه كده شويه، لكن جات العكس الحمد لله، ومش هننام لان احنا خسرانين الدوري السنه اللي فاتت، ننام ازاي يعني؟ مع ان ما بنحبش القهوه بس شربناها عشان خاطر كارترون. كابتن سيد، تعاملكم مع المباراه دي بالتحديد ومعسكر مغلق قبلها بيومين، والدور وجلسه الكابتن الخطيب قبل الدخول في المعسكر، ودور الدعم النفسي وال يعني الروح المعنويه للاعبين في الفتره دي. يعني الحمد لله، الحمد لله، زي ما قلت لك انت بتلعب على حاجات تاريخيه وشخصيه. احنا برضو خلي بالك احنا في البدايه، يعني في بدايه الدوري، انت 3 اسابيع ان شاء الله الرحمن، مع اللي جاي، مع الوقت اللي جاي هتاخد انسب تشكيله، بانسب مجموعه، بانسب تغييرات، بانسب طريقه لعب، ده وضع طبيعي. يعني الحمد لله ده مردود حلو قوي في بدايه الموسم، بتلعب مع الاسماعيلي بيجيب 5 اهداف، بتلعب مع البنك الاهلي مباراه متكتله دفاعيا بشكل مضغوط، بتلعب مع الزمالك بيجيب 5 اهداف، فحاجات لجمهور النادي الاهلي انه يفخر بيها ويتبسط بيها ويرقص بيها ويغني بيها، لكن في النهايه عايزين نبني عليها. زي ما قلت لك هي مباراه بس في بدايه المشوار، كنا محضرين لها كويس، اتكلمنا مع اللعيبه بشكل كويس، هم كمان كانوا حاسين بالمسؤوليه بشكل رائع جدا. يعني حضرتك قبل المباراه قلت لهم، قلت للعيبه قبل المباراه، بص انا في الماتشات الكبيره ما بقولش غير حاجتين، يعني والله ما بهزر، يعني واحد ان انت ما تقلقش من اي حاجه في اي وقت من اللقاء، لازم تبان لزميلك وتظهر لزميلك وتبقى مركز جدا ان انت تسهل له. شخصيه الاهلي والرجوله بتاعه الاهلي والمواقف الكبيره بتاعه الاهلي بتتبني من المواقف الكبيره والماتشات الكبيره. عشان تبقى لعيب كبير في النادي الاهلي لازم هتلعب مباريات كبيره، عشان تبقى لعيب ونجم لازم هتعدي على مواقف صعبه ومباريات كبيره ومباريات صعبه، لان هي ديت اللي بتفضل في اذهان الناس، هي دي اللي بتفضل في عقولهم ودماغهم وودانهم وعينيهم، ان انت تلعب مباراه كبيره. فلما تجيلك مباراه كبيره دي فرصه ليك، ده ما تبقاش مخضوض ولا مرعوب ولا حاجه. اسم الاهلي اسم كبير جدا جدا جدا، يعني طبعا بحترم نادي الزمالك وفرقتها، كان ممكن النهارده الدنيا تبقى احسن بكتير كمان من ده، لكن الحمد لله كده كويس قوي. يعني نقفل الصفحه ونبص على اللي جاي باذن الله. شكرا كابتن سيد، شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح.